برافو عليك يا روحي، برافو حبيبي. ورجيني انت شو عم تعمل؟ شو هاد؟ لعبة، شوفي هي لعبة. ايه وشو هاللعبة هي؟ هي لعبة فضائية، شوفي. انت عملت لعبة فضائية يعني؟ يا روحي انا برافو عليك والله، عن جد برافو عليك. ليكوا يا ولاد شوفوا. ليك نزعت له رقبته، بس معلش بتعمل له اياها مره تانية. رفيقكم عمل لعبه فضائيه، شايفينه؟ يلا وانتم كمان عملوا شغلات غريبه. برافو عليك، برافو. انا مضطره اطلع هلا، والمدير بده يجي لعندكم، رجاء انتبهي قدامه. ايه طبعا ولا يهمك. ايه ابني كمل، شوفي تعودت عليهم وصرت قريبه منهم وعلاقتي فيهم منيحه كتير يعني. خلي الاولاد يعملوا بالمعجون كاس الفوز تبع المباراه ومزهريه، وانا بكره. الياس شو اللي عم تعمله؟ هي لعبة فضائية أنسي، عم يعمل لعبة فضائية. تخيلي هذا الولد ممتع كتير، شي ما بيتصدق. اخربها فوراً وعمل الكأس. لأنسي ما قالت لك شو بدك تعمل؟ قلت لهم بس هذا الولد ممتع كتير ومختلف عنهم، مشان هيك قلت له عمل شو ما بدك، لأنه الإبداع مهم كمان. الولاد كلهم بيعملوا الواجب وبس. قلتي لي مبدع؟ ياسمين الناس بيبعتوا أولادهم لهون مشان يتعلموا شي هن بيعرفوه، مو مشان يعملوا شغلات مو مفهومة. اطلعي عليه، مو مبين شو عامل؟ مبلا مبينة، هي لعبة فضائية. ايه لعبة فضائية. ياسمين اعملي اللي بقلك عليه، خلي الولد يعمل شي يعجب اهله، يعني شي كأس او مزهرية، ما بعرف من هدول الشغلات. بس يا انسة مبينة الناس ما بيهمهم الكاسات والمزهريات اللي بيعملوها اولادهم، يعني هدول الشغلات الاهل بيروحوا بيشتروهم من المحلات. ياسمين لا تعترضي ابدا على اسلوبي، انا رايحة احكي مع المدير وهو بيعرف شغله معك. ماشي مفهوم؟ مفهوم. كأس. ماشي يلا لفوا لقدام، لفوا لفوا لفوا. الآن سهلا أكيد رح تشكيكي للمدير. ليش؟ أنا شو عملت لتشكيني؟ لأنه قبلك كان في أنسة شعرة أشقر وهي كمان اتخانقت معه وحاكتها مثل ما حكيتي، قامت شكتها للمدير وقلعها من هون فورا. قلعها من هون؟ هيك قلعها فورا؟ وهديك الأنسة كانت مثلك، كانت تقلنا عملوا شو ما بدكن. أعطيني هذا المعجون لكن من اليوم ما في لا لعبة فضائية ولا غيره، تركنا من إبداعك هلا، هدول بيموتوني الجوع. عمل كأس، كلكم عملوا كؤوس، يلا يلا كلياتنا بدنا نعمل كأس. عجنوا معي يلا، عجنوا 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 منيح، خربها لهاللعبة. يلا نشوف عملوا كأس أو مزهرية أو مقعد، عجنوا، ما في لا فضائي ولا شيء. برمون برمون برمون. تفضلي. كمان هي البرامج اللي نحن عم نعملها هلا. أكيد عم تشكيني لأنه بدها تعمل فيني مثل اللي قبلي وتقلعني. يعني ممكن يكون مناسب، بس ما رح أسمح لك تاخذي لي التخفيضات تبع ابني. شكرا لك استاذ. تفضلي مريني. انا بس بدي اخذ من وقتك ثواني. حضرتك مو انت خليتني انه اشتغل بصفة للست منى، واليوم كان في عنا حصة شغل بالمعجون والولاد عم يشتغلوا بإيديهم، وكان في ولد من بيناتهم كتير مبدع اسمه الياس، وهو عمل لعبة فضائية بالمعجون، وأنا شجعته وقلت له إيه برافو عليك. بجوز أنا كنت طلعت عن المقرر لهيك هي إجت اشتكت علي، بس والله العظيم. ألو هذا أنا بنتي. إيه لا أنا اتصلت لغير قصة، لكي ما بدي أخر كتير، بس شوفي بنتي معلش تعطيني وصفة شوربة القمح واللبن. كيف عندك شغل كتير؟ طيب لكي أنا أصلا اليوم بأيام بالمدرسة لبعد الدوام. ماشي يعني بس تفضي شوي تصل فيني ونقليني الوصفة بنتي. ماشي بنتي يلا الله معي. عفوا انت شو كنت عم تقولي؟ انا بعمل لها الشوربة طيبة كتير. ما فهمت. انا بطبخ شوربة القمح واللبن وبرش فوق الفليفلة والنعنع، بتطلع طيبة كتير. شكرا بس ما في داعي. يسلم. لا بلا في داعي، شو بدها تتقطع ايديها كلها شغلتها خمس دقايق. شوفي ياسمين خانو. لا 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 تقلي شوفي بنوب، خلاص بعتبرها واجبي وانا بعمل لك اياها. وهيك وانت عم تشربها بنحكي عن وضعي كمان، شو رأيك؟ قصدي يعني وضعي بالشغل والمدرسة، بنحكي عن الشغل مو أكتر. أنا رايحة فورا أعمل لك الشوربة. ماشي ما رح أتأخر عليك، ثواني بورجيكي بورجيكي. يا منى خانم عندك منافس عنيد وما رح تقدري تتغلبي علي. طيب أنا كيف بدي أعمل الشوربة؟ لك إذا ما عملتها هلأ ما رح أخذ علامة تامة. نرمين 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 يا روحي انتي الله يوفقك، بترجاكي تبخيلي شوربة القمح واللبن. ايه كتير مشتهيتها وجاية اخدها من عندك فورا، يلا تبخيلي اياها جاية. يلا يسلموا ايديكي. شوربة صارت جاهزة، والله مثل الصاروخ رحت وعملتها. اصلا انا رفقاتي بيقولوا لي ياسمين السريعة. تفضل هي شوربتك، شايف شو ريحتها طيبة؟ اكيد عم تقول لحالك كيف لحقت تساويها وتجيبها، ما هيك؟
بس خلص ليك قدامك. شكرا بس انا ما كنت حابب اعزبك معي. استغفر الله، معقول هالحكي استاذ؟ ان شاء الله صحه وهنا. يسلموا ايديكي، بس بصراحه انا بحب حافظ على المسافه بيني وبين اللي عم يشتغلوا عندي، وما بحب فوت معهم بقصص شخصيه. ممتاز، وانا كمان هيك بهالموضوع. بس شو بيعرفني، الله وكيلك، انا ما بشوفك مدير علي هون، بشوفك واحد منا وفينا يعني. تفضل حضرتك. شوف انا هلا بدي احط لك هذا، بس لا تتفاجأ لانه هذا بشوفهم عم يحطوه بالتلفزيون. خليه هيك استاذ، هذا مشان ما تشرشر على حالك، اصلا كتير لعبق لك. شكرا لحضرتك، والله انت كتير مزوقه. لا العفو، ما عملت شيء. هذا خيلك يا استاذ، شو رحت يعني ذبحت لك خروف؟ حضرتك قلتي لي منفصله عن زوجك، ما هيك؟ ايه استاذ، بهذا الموضوع ما كان لي حظ ابدا يعني، بصراحه حبيته كتير بس كنت غلطانه. أهلك أنت بتعرف أنا شو، عن جد أنا واحدة نيتها طيبة وما عم بحكي مشان أمدح بحالي. تخيل مثلاً زوجي القديم قاعد قدامي مع رفيقتي، هنن طلعوا على علاقة بس كانوا عم يخبوا الموضوع، وأنا ما حكيت ولا كلمة بعد اللي صار، مع أني كنت زعلانة كتير، بس أنا طيوبة يعني، عن جد عن جد أنا طيوبة ونيتي طيبة كتير، فيك هيك تقول عني يعني؟ والله هالشي بشع ياسمين خانو. شو ياسمين خانو؟ قلي ياسمين، ما في داعي للتكليف. ياسمين؟ ايه صحتين وهنا، بس انت لسه ما اكلت شيها؟ صحة وهنا. والله يسلم هالايدين ياسمين خانم، يعني بصراحة أنا من وقت المرحومة مرتي ما أكلت شوربة طيبة مثل هي. صحيح، عسيرة المرحومة قد ايه صار لها متوفية؟ ولو إنه سؤال مو بمحله. صار لها 12 سنة ونص. أوه، ما فكرت تتجوز مرة تانية؟ معقول ما فكرت؟ بلا أكيد فكرت، بس ما صار نصيب، يعني بجوز ما حدا عم يعجب فيني. لا لا تحكي هيك استاذ، مو معقول، بعدين انت انسان طيب كتير وصاحب مركز منيح وقلبك طيب كمان، حتى انك مهتم بشكلك كتير، بتعرف هالشي؟ عن جد هيك بتشوفيني ياسمين؟ ايه والله العظيم يعني ما شاء الله. صار لي زمان كتير ما حدا مدحني هيك وحكاني هاد الحكي. لا شوف انا عم بحكي من كل قلبي، انت رجال مطلوب للزواج. لا بالحقيقة انت المرة المطلوبة للزواج ياسمين خان. يا الله، مثل ما قلت لك من قبل، ما حدا بيقدر قيمتنا. لكي انا المرحومة مرتي يعني، وهي عايشة كنت مقدرها وبحبها كتير والله. اذا انا تزوجت بعدها بهالفترة فكمان هي الجديدة انا رح اقدرها واهتم فيها. حلو كتير. ولكي بعدين يعني انا ما بهتم لا بالمال ولا بالجاه بنوب، واذا طلبت انا بكتب كل شي عندي باسمها طبعا. انا بس بدي نكون مبسوطين. السعادة مهمة كتير، وشوف كتير منيح انك حكيت فيها. شو بدي اقول لك يعني، انا كنت بدي احاكيك بهالخصوص هاد، منى خانم حكيت معك ولا لا؟ لا. بس رح تحكي، بعرف ما لم طولة بالمره، اوعك تهتم بحكيها مشان الله لا تصدق بنوب لو شو ما قالت لك عني. لك انا ما بصدق انك بتغلطي حتى لو شفتك بعيوني كمان. شكرا كثير على هذا الحكي. اذا خطر لك شيء اكله قلي دغري، بعمل لك اياها وبجيبها فورا. عن جد هيك ما بكون عم ضايقك؟ طبعا استاذ، ولا يهمك، اي طبخه بتاخذ 5 دقائق. اذا هيك انا عندي اقتراح، شو رايك انا بعزمك وانت بتطبخي، تجي لعندي على البيت، على بيتي انا. يعني ضيفه عاديه، لا تفهميني غلط، ضيفه لعندي. انا بعد اذنك لازم اروح. صحتين وعوافي ان شاء الله. طيب انا خليني ساعدك وطب معك. استاذ بتمنى تكون بخير وتنبسط بوقتك. يا أهلين. خليني ضب الغراض. يلا وأنا رح ساعدك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.